ونعود من جديد لنتحدث أكثر عن التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية. هذه المرة نتجه إلى نادية البلاسي وهي محللة في إكويتي جروب. أهلا بك نادية. يعني دعينا بداية نبدأ من أسعار النفط، يعني واستمرار الارتفاع، إلى أي مدى نتوقع أن هذه الارتفاعات تستمر في ظل التوقعات التي لا تزال تشير، وكنا شاهدناها آخرها جي بي مورغان الذي يتوقع ربما أكثر من 120 دولار لأسعار برنت؟ نعم بالفعل، أهلا وسهلا. أولا جيف مورغان صرح أنه ممكن أن أسعار النفط بالفعل تصل إلى 120 و150 دولار للبرميل، يعني فإحنا نتوقع ونعتقد يعني أن هذه البولش ران ستستمر في على المدى الطويل، يعني خصوصا مع الامدادات التي يعني تخفيض الامدادات التي نشهده من أوبك بلس طبعا، وال الروشن كونسترينز التي بدأت أيضا في الأسبوعين الماضوا. طيب نادي، خلينا ننتقل إلى سوق العملات بعد انتهاء يعني اجتماعات البنوك المركزية الرئيسة الأسبوع الفائت. لفت الانتباه هو تراجع الين ليلامس 150 مقابل الدولار، وننتظر أي إشارة من المركز الياباني إذا كان يرغب في التدخل لإنقاذ الين كما فعل في سبتمبر العام الفائت. إلى أي حد ممكن فعلا بنك اليابان بعد ما أقر تثبيت معدلات الفائدة في اجتماع الأخير سيتدخل لإنقاذ العملة؟ طبعا يعني خط ال 150 هو خط جدا مهم وملحوظ، لان يعني السنه الماضيه اذا استرجعنا لورا في عام 2022 راينا ان بعد ما الين وصل الى مستويات ال 150 شهدنا ان كان في تدخلات من الوزاره الماليه لدعم الين الياباني، وانخفض طبعا الزوج الى ال 127 يعني مقابل الدولار الامريكي. فممكن ان نشهد هذا يعني التاريخ يعيد نفسه، ان نشهد تدخلات من الوزاره الماليه فعلا، لانهم دعموا الين السنه الماضيه بنسبه 16%، يعني هذا كان بنطاق ال 150 وتراجع الى ال 127 يعني للزوج. فممكن ان نشهد طبعا تدخلات، ولكن هذا يعني لا يعني ان هذه السياسه السلبيه تؤثر بشكل ايجابي على الين الياباني، ولكنها تؤثر بشكل ايضا سلبي على الين. نادية، تعلمي ان بنك انجلترا المركزي ثبت معدلات الفائده على غير المتوقع، كان المتوقع ان يكون هناك رفع في هذه المعدلات. نود ان نتحدث عن انعكاس ذلك على الجنيه الاسترليني. طبعا نشهد الجنيه الاسترليني دون مستويات ال 21 وال 22، طبعا هذه يعني مستويات لم نشهدها خلال الخمس او ست اشهر الماضيين، ومع التثبيت. وطبعا اذا قارنا يعني اقتصاد امريكا مع اقتصاد بريطانيا لاحظنا ان بريطانيا فيها ضعف اقتصادي جدا عالي، يعني وطبعا ممكن ان نشهد هارد لاندنج بالنسبه الى الاقتصاد، ولكن يعني الولايات المتحدة تشهد لسه في ارتفاع بنسبة 2% في الـ GDP numbers، فمقارنة يعني مع الولايات المتحدة بريطانيا تعاني جدا من هذا يعني الضعف في النمو الاقتصادي، لذلك ينعكس ذلك على تحركات الجنيه، ونتوقع ان يستمر هذا يعني الاتجاه المنخفض طبعا ايضا امام الدولار، ومع يعني ارتفاعات الدولار التي نشهدها وكانها ملحوظه جدا خلال هذه الفتره. ودائما نادية البلاسي محلله الاسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لكِ.